21 من 90 ب 1 ب 40 حينها. قال تمييز العشرين يكون مفردا منصوبا، مفردا ذكرها، منصوبا أوضحها بالمثال. تقول عندي 20 كتابا، إنها لأخي لو 99 نعجة ولي نعجة واحدة، من 20 إلى 90 بواحد كأربعين حين أقرأ. ومن يزن مركبا بمثل ما نريد 20 فسوي المركب 11 إلى 19، تمييزه كتمييز العشرين، أي أنه مفرد ومنصوب. 11 كوكبا، ذن بجسد 12 عينا. أنا أقول وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسويا هما. قال إذا أضيف العدد إلى مستحقه لا يفتقر إلى تمييز. هذه 5 زيد، وهذه 20 عمرو، ومن كلامهم بريت إليك من 25 نخاسين، لعلهم يقولون أعطينا فيها كذا في العبد، وأعطينا في العبد كذا، وأعطينا في العبد كذا. بريت إليك. والآخر يقول وما أنت أما رسوم الديار وستك قد كربت تكمل. سحي تجري الله سبحانه وتعالى، صرت كبيرة في السن. وستك، شاهد أنه أضاف العدد إلى مستحق فإن ينتقل إلى تمييز. أقرأ. وأضيف عدد مركب يفعل بناء عدد قد يعرف. العدد المركب إذا أضفته يبقى مبنيا. تقول هذه 15 زيد، ورأيت 15 زيد، ومرت لي 15 زيد، وعجز قد يعربون. تقول هذه 15 زيد، وقالوا هذا من قبيل تأثير المضاف إليه في المضاف. المضاف إليه معرب هو عيب المضاف، والمضاف إليه يؤثر في المضاف 11 تأثيرا، هذا أحدها. وتقول مرت بخمسة عشر زيد، ورأيت 15 زيد، على أن 10 فتحتها فتحة العرب. أما قوله وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب، وقد يضاف، قالوا قد يضاف صدره إلى عجزه. يقول الفراء سمعت من أبي فقعس العقيلي وأبي الهيثم ما فعلت 15 أضاف الجزء الأول إلى الثاني فأعربه، قد سمعه من العربي بنفسه، وسمع العربيين اللذين حكاه أبو فقعس وأبو الهيثم. قال العدد المركب، العدد المركب المميز بشيئين إذا وجد العقل في الحكم المذكر منهما. تقول عندي 15 عبدا وأمة، وعندي 15 أمة وعبدا، وجد العقل الحكم المذكري، وإن فقد العقل فالحكم السابق. تقول عندي 15 جملا وناقة، وعندي 15 ناقة وجملا. فإذا وجد الفاصل أوثر المؤنث مطلقا. تقول عندي 15 ما بين جمل وناقة، وعندي 15 ما بين ناقة وجمل. والحظ فائدة. أنا قوله وإن البقاء أقرأ وصوم من اثنين فما فوق إلى 10 كفاعل من فعل، فاعل من فعل، فاعل من فعل، فاعل. فتقول جاء ثان أو هذا ثان وثالث، لا تقول عشر. صوم من اثنين فما فوق إلى 10 كفاعل من فعل. وإذا كان مؤنثا تقول جاءت ثانية وعاشرة وسابعة. نعم. اختم في التأنيث بالتاء، ومتى ذكرت فقل فاعلا بغيت. يخشى أن تظن أنه كالأول أنه يخالف المعدودة. قال لا، هذا وصف، والوصف يوافق الموصوف. نعم. مساحة الله سبحانه وتعالى.
إذا أضفت بعض الذي بني، إذا أردت بعض الذي بني منهم تضيف إليه، تضيفه إليه كإضافة البعض إلى كله، تقول هذا ثاني اثنين، وهذه ثانية اثنتين، وهذا ثالث ثلاثة، ورابع أربعة، هو بعضه. وفي هذه الحالة لا يعمل، لأنه ليس مفرعا عن فعل، ولا في معنى ما يعمل، لا ليس مصورا من فعل، لم يراعى فيه الفعل ولا يعمل. ومنه قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومنه قوله تعالى ثانية اثنين هما في الغير. فأنا قوله وإن تريد بعض الذي من هو بني تضيف إليه، تضيف إليه مثل بعض بين اقرأ. إذا جعلت ما اشتق منه، إذا جعلت ما تحت ما اشتق منه مساويا لما اشتق منه أعمله في الحالة، لأنه في معنى ما يعمل. تقول هذا ثالث اثنين، أي صيّر الاثنين ثلاثة. وأنا أقول جعل حول، وحكم جاعل لحكمة، وليس الآن مصوغا من الفاء العدل، بل هو مصوغ من الثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر، وهي مصادر، وكلها بابها ضرب إلا حلقيها فمفتوح العين. تقول سبع يسبع، وتسع يتسع، وتقول ربع يربع، وتقول ثلث يثلث، وخمس يخمس، وعشر يعشر. هذا يعمل. فلك في إعماله طريقتان، إما أن تضيفه لما تحته، أو أن تنونه فتنصبه. تقول هذا ثالث اثنين، أو ثالث اثنين كما مر بك. وانصب للإعمال تلوا واخفض، إن الله بالغ أمره وبالغ أمره. واضح؟ أنا قوله وإن ترجع الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكم أعمله. ومن قول الله عز وجل الأنصار ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، مصير الثلاثة بإضافة إليهم أربعة، ولا خمسة إلا هو سادسهم، وإلى آخره. نعم، هذا قوله وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكم أخر. وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بفرق بين ثاني اثنين، تلاحظ أن الوصف مفرد ومضاف إلى ما اشتق منه. قال إذا أردت مركبا تقول هذا ثالث عشر ثلاثة عشر، اتي بتركبين. تريد أن تصفه بأنه أحد ثلاثة عشر، تقول هذا ثالث عشر ثلاثة عشر لأنه أحدهم، وهذه ثالثة عشرة ثلاثة عشرة، اتي بتركبين. وتقول هذه تاسعة عشرة تسعة عشرة، وهذا خامس عشر خمسة عشر. فأنا أقول فجئ بتركبين مبني، كل ما مبني. نعم، تستطيع أن تحذف العقد من الأول وتبقي النيف، وتبقي التركيب الثاني كما هو، فتقول هذا سابعة سبعة عشر، وهذه سادسة ستة عشرة، التركيب آخر. والأول قال بعضهم يبقى مبنيا لأنك نويت الجزء الثاني، وقال بعضهم معرق الجزء الأول، أما الثاني هو مبني. كذلك يتفرع عن طريق أخرى أن تحذف النيف من الأول وتبقي العقد، فتصير صورته كالتركيب الأول كأنك تفعل. تقول في هذا ثالث عشر ثلاثة عشر، تحذف عشرة من الأول وثالث من الثاني، ثلاثة من الثاني، فتقول هذا ثالث عشر أو ثالث عشر. وقال بعضهم يبنى الجزء الأول ويبنى الجزء الثاني، وقال بعضهم بل يعرب الأول وحسب موقع الإعراب ويلتزمه الثاني الجر بإضافة الأول إليه، فتقول هذا ثالث عشر، وهذه ثالثة عشرة. أبوي وفاعلا بحالته، وشاع الاستغناء بحادي عشرة، وهو الاقتصار على النيف الأول والعقد من الثاني ونحوه. قالوا في قوله حادي فائدة، يريد أن يقول لك أن حادي وزنها عالف، بأن الواو سقطت متأخرة، أصلا واحد جاءت الواو متأخرة، وقال الواو
إذا جاءت متأخرة بعد كسرة تقول أبو ياء كرضية والغازي والداعي أحب أن يفيدك هذه الفائدة. قال وشاعر الاستغناء بحاجة اختار حاجة أو غيرها. قال رحمه الله ونحو 20 الكراب ومن ماذا؟ قبل 20 الكراء وباب 20 وإثار العقول الكرة قبل الوصف مذكرا مع المذكر. وأنا تقول جاء الواحد والعشرون والثاني والعشرون والثالثة والعشرون بواو كما تقول أحد وعشرون وثلاثة وعشرون واضح؟ أنا أقول وقبل 20 الكراء وبابه الفاعلة من دفع العدد حالته قبل واو يعتمد. ولكن تقول هذا 13 لأنك تقول 13 ما تقول 13 وتقول 23 ألحقت كل فرع بأصله. تقول جاء 23 أبو وجاءت 22 ولا تقول 22 لأنه قبل أن يصير وصفا تقول 22 قبل واو يعتمد. الله عليه الصلاة والسلام بحالته أي مؤنث مع المؤنث ومذكر مع المذكر بحالته.